نلتقي مشاهدينا في برنامج أهل المدينة، نمضي معا في رحلة جديدة نعيد فيها مسار الضوء تحت أشفان الحياة بفقرات متنوعة، فكونوا معنا. تشاهدون في هذه الحلقة: خطر انهيار الكهرباء ينذر بصيف حار، وقلعة صير معلم يحاكي الخلود، رياضة الباركور تجد طريقها إلى عدن. تحت ضوء الشمس وبين أصوات النورس وأصوات أمواج البحر الهادئة، تسير عدن نحو آفاق المستقبل محاولة تجاوز المحل. نذهب نحن وإياكم في جولة إخبارية سريعة وأسبوع المدينة. رصدت منظمات حقوقية في محافظة عدن نحو 215 قتيلا حصيلة فوضى الانفلات الأمني منذ ما بعد تحرير المدينة من الميليشيا الانقلابية، وتنوعت الجرائم ما بين أعمال عنف مسلح واغتيالات، بالإضافة إلى ضحايا الألغام التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في أحياء متفرقة من عدن، وخلفت خلال الستة الأشهر الماضية نحو 58 قتيلا. استكملت مؤسسة ينابيع الخير بناء 24 خزانا لتبريد مياه الشرب في محافظات عدن ولحج وأبين. المشروع الممول كويتيا يهدف وبحسب القائمين عليه إلى توفير مياه شرب باردة في الشوارع العامة والمرافق الحيوية للتخفيف من معاناة حر الصيف في المدن المستهدفة. اطلعت لجنة صحية كويتية على احتياجات القطاع الصحي في مديرية خورمكسر وحجم ما تعرض له من أضرار جراء حرب الميليشيا الانقلابية. اللجنة الكويتية وخلال لقائها قيادة السلطة المحلية في المديرية قالت إنها تولي القطاع الصحي جل اهتمامها وستعمل على دعمه وتوفير احتياجاته كأولوية إغاثية خصص لها 100 مليون دولار. تفقد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله سالم لملس سير الامتحانات التكميلية للشهادة الثانوية العامة في مدينة عدن، والتي استهدفت عددا من الطالبات ممن أجبرتهن الحرب على النزوح. نائب الوزير تفقد أيضا عددا من المدارس في مديرية التواهي التي تم تأهيلها وترميمها بتمويل إماراتي، ودشن في مديرية القلوعة فعالية الارتقاء بمستوى التعليم بمشاركة 10 مدارس و3 رياض أطفال. استكمل العمل في ربط مشروع كهرباء الضغط العالي لمناطق في مديرية الحد بمحافظة لحج، وهو المشروع المتعثر منذ 12 عاما، ويقدر امتداد الخط الكهربائي ب 22 كيلومتر بالإضافة إلى شبكة داخلية للضغط المنخفض مع محولات. منذ أن اخترع توماس أديسون الكهرباء في القرن 19 والبشرية تنعم بأجمل اختراع، ولكن في بلدنا لا يزال شعارنا أن تشعل شمعة خير لك من أن تعيش أبد الدهر تلعن الظلام. إذا لم يتم دفع تحصيل الفواتير سوف يكون الصيف ساخن داخل عدن، أقولها بكل أمانة. صيف ساخن تنتظره العاصمة المؤقتة عدن التي تشكو تدهورا في خدمات الكهرباء منذ ما بعد حرب الانقلاب. 25 مليار ريال إجمالي مديونية الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين منذ نحو 5 أعوام، غير أن الحكومة تشكو أيضا من تدمير ما نسبته 80% من منظومة الكهرباء جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح. قطع التيار الكهربائي في وقف في بلدنا بالذات في بلد مثل عدن، بلد حارة جدا بحاجة إلى الكهرباء 24 ساعة، ولكن ظروف البلد بشكل عام هي اللي أثرت على انقطاعات الكهرباء وعدم وجود الصيانة الدائمة للمحركات خاصة بالكهرباء. أزمة الكهرباء في عدن ليست جديدة، فهي قديمة بقدم محطات التوليد التي بعضها تجاوزت عمرها الافتراضي، فيما تشكو المؤسسة من غياب أعمال الصيانة وتضرر خطوط الإمداد.
فمحطة الحسوة الكهروحرارية كل ما توفره اليوم من الطاقة لا يتجاوز 37 ميجاوات، بينما الطاقة التصميمية لها 70 ميجا. أما محطة خورمكسر توفر طاقة فعلية لا تتجاوز 10 ميجا من أصل 13 ميجاوات. الخطر المحدق الذي يتهدد المؤسسة العامة للكهرباء والذي ربما يصل إلى مرحلة الانهيار وبالتالي توقف خدماتها بشكل كلي عن المواطنين هنا في عدن، كما أنها باتت تشير إلى خطر داهم يهدد حياة الكثير من أبناء هذه المحافظة، خصوصا مع قدوم فصل الصيف الذي يتوقع كثير أن يكون صيفا ساخنا. مؤخرا أهدى الهلال الأحمر الإماراتي لمحطة الملعب 50 ميجاوات و40 مثلها من التوليد المؤجر لمحطة خورمكسر، إلا أن ذلك لا يعالج شيئا من مشكلة معقدة تداخل فيها إهمال الماضي وتدمير الحاضر. ثلاث ساعات تشتغل ثلاث ساعات تطفي، ما نقدرش نكمل العمل يعني علشان الزبون يكون مرتاح بالدنيا. لذا المشكلة حقها كبيرة جدا. أغلب الأوقات الكهرباء طافية ما نستطيع نراجع يعني دروسنا تمام. مؤسسة الكهرباء تعاني من مشاكل مالية وعجز في تحصيل الإيرادات الفواتير، وهذا بسبب أنه الناس ما يسلموا بسبب الحرب والمشاكل برضو عندهم ظروفهم، فبالتالي أي واحد عنده استطاعة أنه يسلم واجب، هذا واجب ديني وشرعي قبل ما يكون واجب أخلاقي. محاولة وضع الحلول لأزمة الكهرباء في عدن لم تقف عند المساعي الرسمية فحسب، بل تداعت لها مبادرات مجتمعية لتوعية المواطنين وحثهم على سداد فواتير الكهرباء لمواجهة الضائقة المالية التي تمر بها المؤسسة لإنقاذها من انهيار مرتقب. زي ما وعدت بتسديد ما قيمته 5 مليون ريال يمني لإدارة الكهرباء، سددنا أمس 2 مليون ريال، والآن بيدي شيكين ب 3 مليون ريال يمني وسلمها لقيادة المؤسسة العامة للكهرباء خلال من بواسطة الأستاذ الوكيل. سعيد طبعا بهذه الحملة وسعيد بهذا الحماس الذي وجدته لدى شباب عدن، حوالي 80 شاب الآن يعلنون ويدقون ناقوس الخطر بأن الكهرباء في خطر في عدن، وأنا سعيد بهذا التفاعل وإن شاء الله يكون هناك تجاوب كبير من قبل المستهلكين، أكان الشريحة التجارية أو الشريحة المنزلية أو حتى الشريحة الحكومية، وهذه دعوة للجميع بأن يشعروا بأن فعلا الكهرباء في خطر. وفي محاولة لإعادة تطبيع أوضاع الكهرباء في عدن والحد من معاناة المواطنين، عملت دولة الإمارات الشقيقة على توفير 62 مولدا وتكفلت بدفع رواتب 3500 موظف، إضافة إلى سداد 25 مليون دولار مستحقات الطاقة المشترى، كما بادرت إلى إبرام عقد جديد لتوليد الكهرباء لمدة عام ابتداء من يوليو 2015 وتحمل نفقات وأجور أعمال وإعادة خطوط الكهرباء التي تعرضت للضرر خلال الحرب في خطوط عدن أبين وعدن ردفان الضالع. إجمالي ما تولده محطات توليد الكهرباء في عدن 192 ميجاوات فقط، ليبقى المفقود منها أكثر من النصف لمحافظة تحتاج إلى 400 ميجاوات من الطاقة الكهربائية كحد أدنى كما تقول مؤسسة الكهرباء. الأستاذ مجيب الشعبي مدير عام مؤسسة الكهرباء في عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء في أهل المدينة. بداية أستاذ، مدينة عدن التي دخلت إليها الكهرباء منذ عشرينيات القرن الماضي تعاني الآن من انهيار الكهرباء، لو تحدثنا في بادئ الأمر عن مشكلة الكهرباء في عدن. أهلا وسهلا بكم ونشكر نزولكم المؤسسة العامة للكهرباء، وهي مشكلة الكهرباء طبعا من أهم المشاكل التي يعاني فيها المواطن في محافظة عدن منذ 10 سنوات. نعم، دخلت الكهرباء في عام 1927 في محافظة عدن، ومن حقيقة حقيقة يعني بثلاثة ميجا دخلتها بأيام الاحتلال البريطاني، القاعدة البريطانية لخدمة قاعدتها العسكرية الموجودة في محافظة عدن، وهي تعتبر من أقدم الكهرباء دخلت في شبه الجزيرة العربية، إلا أنه منذ ذلك الحين تراجعت الكهرباء في
عدم بشكل كبير ومخيف جدا، ونظرا لعدم وجود رؤية وإرادة من قبل قيادة الدولة منذ 10 سنوات لحل مشكلة الكهرباء في الجمهورية اليمنية ومنها محافظة عدن. طبعا المواطن في محافظة عدن يعاني من جراء انقطاع التيار الكهربائي، وخاصة في فصل الصيف عند ارتفاع درجة الحرارة، وهذه تعرض المواطن إلى كثير من المشاكل وخاصة مرضى القلب والسكر والضغط. حاليا المشكلة كبيرة جدا في الطاقة الكهربائية، كون ما هو متوفر ومتاح لنا اليوم في أحسن الأحوال 190 ميجا، ووصل الطلب إلى 273 ميجا، ومتوقع أن يوصل إلى 400 ميجا، بالإضافة إلى محافظة أبين والضالع. أين تقع المشكلة بالضبط؟ في المواطن أم في مؤسسة الكهرباء نفسها؟ المشكلة الحقيقية تقع عند الجميع، عند الجهات العليا في الدولة، وهي الجهة المسؤولة عن الشعب في جميع المحافظات ومنها محافظة عدن، والتي هي بدها القدرة لمعالجة مشكلة الكهرباء في بناء محطات استراتيجية تغطي الطلب. نحن نعرف ونقدر ظروف الدولة اليوم أنه لا توجد عندها إمكانيات، ولكن هناك طرق أخرى لمعالجة مشكلة الكهرباء. أولا يعني البحث عن قروض ميسرة لمدة 20-30 عام في بناء محطات استراتيجية تعمل بالوقود الرخيص ذات الكلفة الأقل. بالنسبة للمواطن، المواطن يعني هناك مطالب للمواطنين أن يتحدد لهم تعرفة أقل للكهرباء. بالنسبة للتعرفة، كلفة الإنتاج اليوم أكبر من تكلفة البيع، لا تستطيع الدولة أو أي جهة أن تخفض من التعرفة طالما كلفة الإنتاج أكبر من كلفة البيع. الأسباب تعود لأن المحطات قديمة ومتهالكة وكلفة الصيانة أكبر منها. الشيء الثاني، المواطن هو يساعد على ضياع هذه المؤسسة من خلال أولا الربط العشوائي والعبث بالشبكة. اليوم نحن نقول الأحمال وصلت إلى 273 ميجا. هناك حملة أيضا قمت بها اسمها الكهرباء في خطر، لو تحدثنا عن هذه الحملة. طبعا سأواصل وسأعطي. اليوم الأحمال وصلت إلى 273 ميجا، ما هي الأسباب؟ أنا أخذت مقارنة تاريخ 23 مارس قبل الحرب، في 2014 كانت أحمال محافظة عدن 189 ميجا، في عام 2015 كانت 200 ميجا، وفي 2016 وصلت إلى 263 ميجا في 23 مارس قبل الحرب. اليوم أغلب الفنادق داخل عدن واقفة مهدمة ومكسرة والنشاط متوقف، والأحمال ارتفعت بمقدار 63 ميجا. هناك أسباب تعود للمواطن، إغلاق العدادات، العبث بالشبكة أدى إلى ارتفاع الفائض. أنا ممكن تخفض مسألة الإطفاءات إذا توقفت العبث بالشبكة وتحد من هذه الانطفاءات. لا يعقل أن تكون 63 ميجا بين عام وعام زيادة وقبل دخول فصل الصيف. صحيح، هذه أسباب ساعد على المواطن. الحملة الكهرباء في خطر، نشكر نحن هذه المبادرة من بعض الشباب الذي قاموا بها، وهي من أفضل المبادرات. طبعا ليس كل مدير عام المؤسسة العامة الكهرباء، ولكن هذه المؤسسة هي مؤسسة الشعب، المستفيد الأول والأخير هو المواطن، والخسران الأول والأخير من غياب هذه المؤسسة. هذه الحملة طبعا ساعدت وعملت صدى غير عادي وغير كان متوقع أن تقوم بها هذه الحملة، ولكن كانت هناك جهود كبيرة جدا من قبل الشباب الذي قاموا بهذه الحملة وعملوا التوعية، ونتمنى أن تستمر لجميع المؤسسات الدولة، لأن كل مؤسسات الدولة في عدن اليوم على وشك الانهيار إلى أن تدارك الجميع أن يقوم مسؤوليته ابتداء من قيادة الدولة عليها بسداد مستحقات هذه المؤسسات، كهرباء، المياه، شركة النفط وغيرها من هذه المؤسسات، وكذلك المواطن يقوم بسداد هذه المستحقات. بالنسبة أن المواطن يقول التعرفة كبيرة ولا يقدر دفعها، هناك عملية ترشيد الاستهلاك. المواطن اليوم حتى عندما تنطفي الكهرباء لا يستطيع أن يقوم تطفية البلاكات، تصل الكهرباء تصل بيت كامل. فأستاذ المواطن يعني يرى أن هناك البعض يعني يربطون من أكثر من خط، البعض الآخر لا يدفع تعرفة الكهرباء أبدا وتستمر عنده الكهرباء، من أجل هذا تحدث انعدام المسؤولية عند المواطنين. طبعا البعض، أنا بعطيك أمثلة، يعني البعض أنا أقول لك والله تعرفة الكهرباء كبيرة جدا، هل يستطيع واحد الآن منكم أنتم أن يجلس بدون نت يوم؟ أول ما يقطعوا النت على طول تروحوا تسددوا 5000 6000 7000، تمام؟ لا، داخل البيت الواحد 5-10 تلفونات، الأب معه تلفون،
الحرمه معي تلفون، اللي بالمعه تلفون، اللي بالتلفون اول باول كمان. اول باول ياخذ الكرت ب1000 ولا ب2000. السلام عليكم. وعليكم السلام. مقابله في فضاء. لكن عندما تنعدم هذه الخدمه يشعر المواطن بقيمتها ان هناك شيء. فانظروا اليوم المحافظات التي منقطع عنها التيار الكهربائي منذ سنه كامل، فهل تدروا او تعلمون بانه الان في بعض المحافظات يباع الكيلو ب200 ريال والناس تبحث عن الكهرباء، بينما كان يرفض ان يدفع 2000 ريال قيمه هذه الكهرباء. انا احد الناس المسؤولين في الدوله في محافظه المحافظات، قبل اسبوعين قال لي يا اخ مجيب، هل تعرف انه خلال سنه دفعت قيمه الديزل 2,500,000 ريال؟ نظرا لعدم وجود خدمه الكهرباء، بينما كانت تطلع عليه الفاتوره لا تتجاوز 400,000 ريال خلال سنه من الكهرباء. وعاد هذا ليس باستمرار خلال 24 ساعه، ولكن الكهرباء مستمره. الكهرباء في عدن، يعني احنا تحدثنا ايضا عن مستوى الشريحه العظمى من الناس، مستواهم المادي، الرواتب، يشتكون من عدم استلام الرواتب، من اين سوف يسدد المواطن؟ طبعا نحن نقدر هذا، انه في محافظه عدن نتيجه الحرب الظالمه التي شنت عليها وراح كثير من الضحايا وارباب الاسر وفقدت الاسر هذا، وتهدمت كثير من المنازل هذا. ولكن عندما تذهب لسوق القات ترى هذيك البشر بالشكل الكبير والمخيف، من اين لهم قيمه هذه القات؟ صحيح ليس كل الناس يخزنون، لكن هل ليس بمقدوره ان يدفع 500 ريال او 1000 ريال من قيمة استهلاك؟ هل هناك صعوبة في دفع قيمة 500 ريال أو 1000 ريال من قيمة الخدمة؟ وهذا أيضا ما تحدثت عنه، حملة كهرباء في خطر. نعم، حملة كهرباء في خطر أيضا جاءت، يعني هناك شكاوي من الناس أنهم يطالبون أو مطالب بإسقاط المديونية، بإسقاط جزء من المديونية. طبعا ليس بمقدور المؤسسة وليس من صلاحية المؤسسة إسقاط أو إعفاء أي جهة كانت من المديونية، ولكن هذا يعود على قيادات الدولة إذا كانت تقوم نيابة عن المواطن بدفع مستحقات المؤسسة خلال فترة الحرب. أنا لا نمانع ذلك، أو أي منظمة أو أي جهة أخرى سوف تدفع مستحقات المؤسسة، نحن لا نمانع بذلك. في كل الأحوال عليهم السداد الاستهلاك الشهري، فلتجمد هذه المديونية حق 4 شهور للشريحة المنزلية، وليبدو بعد الحرب من شهر اكتوبر بسداد مستحقات المؤسسة اولا باول. صحيح معك. الاستاذ مجيب الشعبي، مدير عام مؤسسة الكهرباء، شكرا لك. شكرا لكم. مشاهدينا، في الوقت الذي تحتفل فيه دول حول العالم بمرور 50 عام فاكثر من دون انقطاع كهربائي، نعجز نحن عن استمرار الكهرباء 6 ساعات متواصلة دون انقطاع، وتبقى مشكلة الكهرباء اشبه بقصة تحت عنوان هذه مشكلتي فاين الحل. تروى حكايات قديمة عن هذه القلعة، وهي كثيرة ومختلفة ومتواترة، غير أن ما يهمنا هو تاريخ هذه القلعة وهذا البناء الشاهق المتناسق. نعبر إلى بوابة العراقة في التاريخ، كل ما تحتاجون إليه الآن هو مد البصر إلى الأعلى صوب قلعة صيرة بكريتر عدن، القلعة الوحيدة التي ما تزال محتفظة بتاريخها الحضاري وحافظة له كأنه درة نفيسة على صدر الزمن. حضارة عدن تستوطن في الحاضر كما سكنت في التاريخ قلعتها. قلعة صيرة لا تنساها الشمس، وهي عين عدن ودرتها البهية لعقد من التاريخ المتصل الذي مر على المدينة. هنا تقف الذاكرة منتصبة القامة والقيمة والأثر، إن فيها من البنيان ما يعجز عن وصفه إنسان، فإن كانت كذلك فما يستطيع الإنسان أن يقول في قلعتها الشهيرة غير استنطاقها لتروي حكاياتها، وهي من أقدم المعالم الأثرية التاريخية بمحافظة عدن. أرجح الدراسات اعتماداً على شواهد تاريخية تقول إن أول بناء أصلي للقلعة يرجع إلى الأمير الأيوبي عثمان التكريتي، وإلى عدن من قبل توران شاه الأيوبي شقيق صلاح الدين الأيوبي الذي جاء إلى اليمن في عام 1173 للميلاد، وكلف واليه على عدن عثمان
ببناء الأسوار والحصون. وما يؤيد هذا الرأي هو التشابه في المخطط العام للقلاع وأبراجها التي أقامها الأيوبيون في مصر والشام مع قلعة صيرة. هناك العديد من الروايات التي تعيدها إلى بعض العصور، منها العصر الأيوبي بناء على عمل مقارنة بين القلاع والحصون في 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 مصر. فريق قلعة صيرة تاريخ عريق، يعني لو نظرنا إلى ابن المجاور تحدث كثيرا عن هذه القلعة وجاء فيها الكثير من المعلومات، منها ما يدخل في جانب الأسطورة ومنها ما يدخل أيضا في جانب الحياة الواقعية. أيوة، باعتبار أن هذه المنطقة كانت هي الميناء الأول لعدن، وفيها الكثير من الدلالات التي تدل على يعني أهمية هذه المدينة بالنسبة للعالم. إن أكثر ما يميز قلعة صيرة عن مثيلاتها من القلاع الضخمة قوة وكثرة التفصيلات، فالقلعة محاطة بسور ضخم منيع. استخدمت في مجالين، السلم المدني والعسكري والسلك المدني في الأغراض التجارية، فقد كانت تشعل فيها النيران عند استبشار بقدوم السفن التجارية إلى مكة ومدينة صيرة، فيخرجون أهالي عدن يحملون البشارات وبوصول قوافل تجارية إلى مدينة عدن، واستخدمت كذلك لمراقبة السفن الغازية التي تدخل مدينة عدن، فكانوا يجتمعون أهل عدن ولصد الغزوات التي قد تدخل إلى مدينة عدن. ضيف إلى القلعة كبرج أو تحصين دفاعي ثكنة عسكرية، وهي إقامة دائمة لأفراد العسكر، ألحق بها مسجد، ثم ألحق بها بئر وصهاريج ماء في داخل محتويات القلعة. تتبدى البوابة بعلوها واتساعها لتقودك إلى داخل القلعة ماراً ببرجي الحماية بفتحاتهما الدفاعية التي تحوي داخلها عالماً بهياً لا زالت تحافظ عليه. لعبت القلعة المحصنة دوراً دفاعياً في حياة المدينة، حيث ومن خلالها تشكلت التحصينات الدفاعية التي تعتلي جبل صير الأسود الواقع في البحر قبالة خليج حقات، وتم صد الكثير من الهجمات والغزوات التي سعت للسيطرة على المدينة ومينائها حتى صارت رمزاً للصمود، كان آخرها معركة التصدي التي قام بها سكان عدن بالدفاع عن المدينة بأسلحتهم المتواضعة في وجه الاحتلال البريطاني في 19 من يناير عام 1839 للميلاد. قلعة صيرة هي قلعة عمرها آلاف السنين، وهي قلعة ترمز لمدلولات تاريخية كثيرة، بعضها يندرج في أطار الأساطير والثقافة الشعبية، وبعضها يندرج في أطار الأحداث التاريخية المرتبطة بشعبنا، مقاومة الغازي والمستعمر. أبسط شيء هو عند المواطن المعاصر الحالي قلعة صيرة تعني له هي قلعة الصمود والبطولة والدفاع عن الأرض والعرض ضد الغازي ومستعمر الاستعمار البريطاني، يقدم فيها شعبنا أبطال وثوار منذ ما قبل أكتوبر وحتى وقتنا الراهن. تتكون قلعة صيرة من برجين كبيرين إسطوانيين تنحصر بينهما مداخل القلعة، ويوجد في البرجين فتحات لرمي السهام تسمى المزاغل، ويتم الصعود إلى مدخل القلعة بواسطة سلم يؤدي إلى بوابة مستطيلة خشبية تؤدي إلى باب خشبي خلفي يطل على الصالة المركزية الرئيسية، والتي تتوزع منها طرقات ممرات جانبية توصل إلى غرف حجرات ذات مساحات مختلفة توجد بجدرانها فتحات لرمي السهام. تحصينها الدفاعي القوي ومتين جدا، فحاليا إذا يصل أو يتراوح سمك الجدار المطل على البحر من الناحية الجنوبية يصل سمكه ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، ويوجد فيها المزاغل، فهي قادرة على صد كل الضربات التي تأتي من البحر، سواء كانت بالأسلحة اللي هي بفترة حقبة الأتراك أو العثمانيين أو ما قبله بواسطة الضربات بالمنجنيق.
كما يوجد سلم آخر يوصل إلى الطابق العلوي للقلعة، وتوجد بالممرات أقبية ذات شكل أسطواني، كما توجد بأسقف الحجرات فتحات لدخول الضوء وتحسين التهوية، وبصورة خاصة في الصالة المركزية. فوق الطابق الثاني قواعد مستديرة الشكل من الحجارة الضخمة، ويوجد على تلك القواعد قواعد حديدية لغرض تركيب المدافع، استخدمت بداية فترات الأتراك والإنجليز. ومنذ القدم اكتسبت قلعة صيرة أهمية لدى ولات وحكام الدول المتعاقبة في السيطرة على عدن، وتعرضت للإهمال وعدم العناية الكافية. وفي مطلع القرن السادس عشر الميلادي في عهد الدولة الطاهرية نالت القلعة أهمية، وتم صيانتها وترميمها ودعمها بالعدد الكافي من الحراس لتحصينها بغرض صد هجمات الغزو الخارجي. يتم الصعود للطابق العلوي للقلعة عبر درج حجرية، وعلى سطح القلعة أربع قواعد حديدية في الجهات الأربع مستندة على قواعد مستديرة الشكل مبنية من الحجارة ومكونة من ثلاث طبقات وطبقتين، وقد سدت بعض المزاغل في الطابق العلوي مستحدثة ويبلغ عددها 28 فتحة، كما يوجد الحمام في الطابق العلوي. فتلك قلعة صيرة بطرازها الفريد يجمع بين الصرامة والبهاء، بين المنعة والرخامة، بين القوة والجمال. هنا تنتهي حكايتنا عن قلعة صيرة، وهي واحدة من الحكايات الكثيرة التي رويت عنها وعن هذا المبنى، والذي حال بيننا وبينه اليوم الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي والمخلوع، وإن ما شاهدتموه اليوم كان شيئاً من الإرشيف. تعددت الرياضات حول العالم، ووجه المدينة اليوم رياضيون يهدفون إلى رفع المعنويات ورمي أعباء الحياة بعيداً برياضة من نوع حديث. تابعونا. فتية تدربوا على رياضة ذات مهارة عالية ليجدوا أنفسهم بين مطرقة الحلم المأمول والواقع المعقد، إلا أنهم صنعوا صورة إبداعية لرياضة فرنسية المنشأ وجدت طريقها في محافظة عدن في العام 2012 ميلادية. عام 2012 عبر مشاهدة فيلم وثائقي لهذه الرياضة يسمى بقفزة لندن، شاهدته عبر قناة الجزيرة، وبعد ذلك خرجت أحاول أطبق اللي شفته من خلال هذا الفيلم، ومن ذلك عملت فيديو بسيط أصور فيه بحركاتي. بعد كذا شد انتباه أحد أصدقائي في الثانوية وهو اسمه أحمد وقاص، بعد ذلك كوننا فريق ولو كان صغير مكون من اثنان. بعد فترة من الزمن أزاد الفريق وازدهر إن شاء الله، والحمد لله يعني الآن حاليا عدد أعضاء الفريق يوصل إلى 10 أعضاء، إضافة إلى كثير من الأصدقاء اللي يحبوا يمارسوا هذه الرياضة، وإن شاء الله في المستقبل بيزيد العدد. الباركور هي رياضة بدنية فرنسية المنشأ، الغرض منها الانتقال من نقطة تحرك إلى أخرى بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة. هي فن من الفنون القتالية تكسر حاجز الخوف، وتحتاج إلى السرعة البديهة والمهارة للخروج من المواقف الحرجة. الباركور هي عبارة عن رياضة جسدية تعتمد فقط على الجسم، فكرتها الانتقال من النقطة ألف للنقطة باء، ما بين هذه النقطتين يكون في مجموعة من الحواجز تتخطيها بعدة حركات في ضمن هذه الرياضة، وتساعدك على يعني مش فقط تعطيك القدرة على تخطي الحواجز المادية اللي تقابلها في حياتك، ولكن أيضا الحواجز الموجودة في الذهن، يعني الخوف هذا موضوع من أقوى الحواجز اللي ممكن احنا نواجهها. سمات رياضة الباركور هي الكفاءة للتحرك باستهلاك أقل قدر من الطاقة،
ومن ثم الوصول المباشر إلى الهدف بمعيار وحيد هو القدرة على تفادي الإصابات. الباركور رياضة توصف بالخطيرة، هي أقرب للتدريب العسكري، وجدت كطريقة جديدة ومختلفة لتخطي الصعاب أو الموانع التي قد تكون فروع أشجار أو صخور أو قضبان حديدية أو حتى الجدران. يعني مش بديك الخطورة أنه توقفك وحاجة زي كذا، يعني صح أنه نوقف مثلا أكثر إصابة كانت تواجه نحن أنه شهر وهكذا، بس خلاص توت مع نحن زي كيف يقول لك مثلا خبرة أنه ما عاد نغلط نفس الغلط، يعني خلاص تغلط ده الغلط ومرة تانية ما عاد تغلطوش. الإصابات تعورت مثلا في رجلي تمزق، قال لي الدكتور إنه خلاص لا تلعب الرياضة، لكن ما سمعت كلام الدكتور ولعبت والحمد لله تعافيت من كل شيء. في الصهاري جيت على الظهر، الحمد لله جلست شهر وتعافيت ورجعت الرياضة، لأن الرياضة دي خلاص أصبحت يعني أتغش تفضلها نهائيا، مهما حصل لك من عوارات من أي حاجة خلاص. رياضة الباركور التي يجهلها كثيرون هي جزء لا يتجزأ من فلسفة إتقان مهارات التغلب على المخاوف والآلام ورفع المعنويات، ومن ثم مواجهة أوجه الحياة المختلفة بتمارين رياضية هي الهبوط والدحرجة والقفزات الدقيقة والسريعة والتوازن والجري على الحائط. من ناحية المعوقات كانت قبل الحرب معوقات كثيرة، من ناحية الأمن المركزي ومن هذه الناحية كنا نروح نتمرن، يعني أي عسكري يشوف نحن نتمرن أي مكان يقول له لا تصورش، ليش تمرنوا هنا؟ هذا مكان عسكري. حتى في قولة العاقل لما كنا نتمرن هناك كانوا يعدون حنا، يعني قد قولة وعدوا يعدون حنا في بينهم نتمرن، لكن بعد الحرب الأمور تسهلت كثير من ناحية التصوير من ناحية التمرين. كانت رياضة الباركور حاضرة في الحرب مع لاعبيها ليتجاوزوا بها أصعب اللحظات وأقلها فرصة في البقاء. أجمل ما في الباركور أنه يغير وجهة نظرك لما حولك من مباني وأماكن، يعني لو مار شخص عادي ميمارس هذه الرياضة بيأخذ نظرة سلبية إذا كان يعني ده المبنى أو الدرب بيعيقه بطريقه، فما بالك بمبنى مدمر. عكس لاعب الباركور يجلس يخطط ويرسم بدهون الحركات اللي ممكن يعملها إذا يعني دي القفزة بتناسب أو دي يمكن شغلة بتجي أفضل ده المكان. فالباركور لنا بالنسبة لنا يعني هي أسلوب حياة، فمش عارف كيف بتكون حياتي بدون باركور، بصراحة مش تخيل حياتي. الباركور التي تعرف بفن الهروب من الخطر تحتاج كما يقول لاعبوها إلى رعاية واهتمام، فطموح محترفي هذه الرياضة لا يتجاوز وجود صالة رياضية تسمح لهم بتكوين ناد للعبة وممارسة هوايتهم المفضلة. إلى الآن في عدن أو في اليمن عامة لا يوجد أي مكان مختص لهذه الرياضة، لكن إذا وجد في المستقبل مكان يختص لهذا التدريب صالة، يعني ممكن إحنا بإشراف الفريق ممكن ندرب الشباب والأطفال اللي هم ممكن يعني يرغبوا إنهم يمارسوا هذه الرياضة، ممكن إحنا ندربهم في مكان مغلق آمن، بعد ذلك أكيد بتزدهر الرياضة بأكثر عدد الفرق وممكن تبدأ يعني بطولات واتحاد لها، بس كل هذا يعتمد على وجود صالة في مدينة عدن. you
على الرغم من صعوبة اللعبة ومخاطر الإصابة المحتملة التي قد تحدث أثناء الممارسة، إلا أن للباركور عشاقا وهواة لا يمكنهم أن يتركوها أو يهملوها حتى وإن أخذتهم انشغالات الحياة المختلفة في المستقبل. تظل لعبة الباركور رياضة جديدة على أبناء عدن، غير أن فريق عدن فريران يسعى إلى توسيع انتشارها واستقطاب الكثير من الهواة لهذا النوع من الرياضة، والتي هي دعوة لتجديد الإحساس والتخلص من أعباء الحياة. يملأها الشوق نودعكم على أمل اللقاء بكم على خير، والخير يبقى دائما في الأرض وفي معدن الإنسان وفي وصل الأهل وتعمير المدينة وفي أهل المدينة. إلى اللقاء.